السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم سيكون بخصوص حرفي جي و ان عندما يكونان متتابعين. جي و ان جي و ان جي و ان نحصل جي لا ينطق و ان تكون مرفوقة بالياء، يعني يدخل صوت آخر هو الياء رغم أنه لا يوجد هنا. إذا جي لا تنطق و ان تنطق مع دخول حرف أو ما دخول صوت الياء. Mon chien a couru dans la montagne. Mon chien a couru dans la montagne. كما تلاحظون هنا الجي لا تنطق و ان ساكنة لأنها متبوعة بأو في آخر الكلمة. La montagne. Mon chien a couru dans la montagne. بمعنى أن كلبي جرى، كان يجري في الجبل. Il sin يعني ينزف. Il sin j'ai baigné sa patte dans de l'eau claire. J'ai baigné sa patte dans de l'eau claire. يعني وضعت يعني البات يعني الرجل تاع الكلب دون دو لو كلير في ماء صافي. ان لاحظوا هنا ان، لماذا؟ لان او هنا هي اخر حرف. ان تنضع السكون على الان جي لا تنطق. ان هنا يدخل حرف او صوت الياء. ان يي ان يي نيي يعني النون تاعي تكون ساكنه، الياء هي التي تشكل هنا. نيي نيا نيا نيون نيون نيو نيو نياغ نياغ. مون شيان اي بليسي مون شيان اي بليسي جو لو سوان بيان. مون شيان اي بليسي يعني كلبي مجروح. جو لو سوان بيان اعتني به جيدا. جو لو سوان بيان. ن لا فين لا لين لا مونطان إن فين. نيا عندما تكون جي ان تبع با يعني حرف ليا هنا ولات تشكل تيصبح منصوب. يا نيا حرف ان دائما يبقى ساكن والياء هي التي تشكل. نيا ان سينياتور توقيع. إن سينياتور إن بنياد إن بنياد. نيه إلا إتي سوانيه إلا إتي سوانيه. غوني إي غوني سي بنيه غوني سي بنيه. نيون نيون أن أنفون مينيون أن أنفون مينيون يعني طفل جميل وديع لطيف يعني جميل يعني بما انه صغير تيكون جميل. ان شامبينيون ان شامبينيون ان وانيون ان وانيون ان وانيون حتى تندير واحد لاليز هنا. نوا نيون وانيون نوانيون هو البصل او بصله هنا تاني. نيو نيو ان بوتي انيو ان بوتي انيو يعني صغير يعني الكبش الصغير تنقولوا ان يعني حمل تنسموه ان يعني صغير الاغنام تنسموه انيون. تو نوفو تو بو ان بوتي انيو. تو نوفو يعني جديد وجميل. تو بو نياغ ان مونطانياغ ان مونطانياغ. الكلمه مفصله هنايا وهي راه كلمه واحده. ان مونطانياغ نشركها فنحصل على كلمة ان مونطانياغ يعني انسان الذي يسكن في الجبل او الجبلي. ان كومبانياغ ان كومبانياغ الذي يسكن بالقرية او الريفي. ان كومبانياغ بوندون بوندون لي فاكونس بوندون لي فاكونس اونري ايتالي ا لا مونطان بوندون لي فاكونس يعني في غودون العطلة. أونري إت على لا مونتان. أونري ذهب إلى البادية على مونتان. أونيتي جوليان سوبين تو لي جور دون لا مير. أونيتي يعني في فصل الصيف. جوليان سوبين يعني جوليان تستحم تو لي جور دون لا مير أو يستحم كل يوم في البحر دون لا مير. ديمونش غيمي
et René et rend à la campagne. Dimanche, Rémi et René et rend à la montagne. يعني يوم الأحد سيذهب يعني ريمي وروني سيذهبان إلى البادية à la campagne. L'agneau est blessé à la patte. L'agneau est blessé à la patte. يعني الحمل يعني صغير الخرفان. L'agneau est blessé à la patte. جرح في la patte. يعني قوائم أحد قوائم يعني رجلي الحمل تسموهم la patte. جرح في أحدهما. Il faut vite le soigner. ينبغي الإسراع في إسعافه. Il faut vite le soigner. Il faut vite le soigner. La seconde est revenue. La seconde est revenue. Son retour annonce le printemps. La seconde est revenue. يعني اللقلاق رجع تما يعني رجع. Son retour annonce le printemps. يعني عودته تشير إلى اقتراب فصل الربيع. Le printemps. Rony a couru avec Michel. Rony a couru avec Michel. Michel a gagné. روني أكوري أفيك ميشيل يعني جرى أو تسابق روني وميشيل. ميشيل أغاني إلي كونتون. ميشيل هو الذي رابح. إلي كونتون إنه سعيد. إلي كونتون. مينا أن بين. مينا أن بين. إلا فولي بيني بيبي بلور. إلا فولي بيني بيبي بلور. La peine هي المشط. إلا بين. إلا فولي بيني بيبي وأرادت أن تمشط للرضيع. بيبي بلور البيبي أو الرضيع يبكي. La veine est montagne. La seconde un agneau. Un agneau. Un agneau. الكلمات التي ينبغي أن نحفظها ونتذكرها إذا كنا لدينا هذا الكتاب وهو موجود في PDF وكذلك موجود في المكتبات. أم بينيه أن وانيون. لالين جون يعني خط الأصفر. لالين جون. أن انيون كما قلنا الحبل أو صغير الخرفان. In second, the champion, in araignée, ankabut, in araignée, un pin. Mina a un pin tout neuf, يعني Mina تمتلك مشط جديد جدا. Il y a un signal passage interdit. Il y a un signal passage interdit. يعني هناك إشارة الممر ممنوع. René se promène dans les vignes de son oncle. René va chez son oncle. روني va chez son oncle. يعني روني ذهب يذهب الى عند عمه. Le train, le lac, la maison ramassée seule. Le train يعني القطار. Le lac البحيرة. La maison البيت. Ramassée seule يعني لوحده او واحد. L'an passé pendant les vacances, René a pris le train tout seul. Il est allé voir son oncle. L'an passé pendant les vacances, يعني في غدون العطلة. René a pris le train, يعني أخذ René القطار tout seul لوحده. Tout seul, il est allé voir son oncle وذهب لرؤية عمه أو خاله. هنا غير محدد. الأونكل يمكن أن يستعمل للعم وللخال باللغة الفرنسية. لونكل دو روني أبيت دون إن بيتيت فيل. لونكل دو روني أبيت دون إن بيتيت فيل. يعني عم أو خال روني يسكن بقرية صغيرة أو
بمدينة صغيرة. Il y a des fleurs sur toutes les fenêtres. Il y a des fleurs sur toutes les fenêtres. يعني هناك ورود على كل في كل النوافذ. Les cigognes font leur nid sur les toits. Les cigognes font leur nid sur les toits. يعني les cigognes à la خالق تنشئ الأعشاش تاعها على سقوف المنازل. Sur les toits. René s'est promené dans la campagne. René s'est promené dans la campagne. René s'est promené dans la campagne. بمعنى أن روني يتجول ويتنزه في البادية. Il a ramassé des gros champignons. Il a ramassé des grands champignons. Il a mangé des raisins dans les vignes. Il a mangé des raisins des vignes. يعني أكل العنب دي غيزان سي دون لي فين دون لي فين اي لا في لا لين بلو دو لا مونتان اي لا اي لا في لا لين بلو دو لا مونتان يعني راى الخط الازرق لي لا مونتان هو الجبل اي ان لاك اونتوري دو سابان يان لاك دو يان لاك اونتوري دو سابان Tu liras demain la suite de l'histoire, les soirs, et tu verras la petite ville et la maison de l'oncle René. يعني هنا تقول لك أننا في يعني demain غدا سنقرأ تتمة القصة et tu verras la petite ville وسترى المدينة الصغيرة et la maison de l'oncle de René وبيت عم روني. Jeu de lecture silencieux, réponds aux questions, tu sais chanter, tu sais chanter, هل تعرف أن تغني أو تعرف الغناء وي أو نو تي سي مارشي سيغ لي مان هل تستطيع المشي على يديك تي سي مارشي سيغ لي مان إيمتي لي شامبينيون واش تحب لي شامبينيون أتي ديجا في أن سيغون أن سيغون أتي ديجا في أن سيغون هل شاهدت الأقلاق فيما قبل Si tu soignes un chien malade, si tu soignes un chien malade, هل تعرف كيف تعتني بكلب مريض أو إسعاف كلب مريض؟ أتي أن بين دون تا بوش، أتي أن بين دون تا بوش، هل لك مشط في جيبك؟ إذا هكذا نكون قد انهينا حصة اليوم بخصوص حرفي جي و إن. السلام عليكم.